أنا سميتي نصيرة وتزاديت في مدينة تازة وكبرت في مدينة جرادة. أنا هي البنت اللي تحرمت من كل شيء، تحرمت من الدراسة وتحرمت حتى من اللعب. أنا هي البنت اللي ملي حليت عيني لقيت راسي أنا هي ربة بيت، أمها كانت تولد وأنا كان ربي. ومن كملت 12 عام كنت مران تاع الدار، كان عرف كل شيء، نطيب ونخمل ونصبن، وأي حاجة في الدار كنت أنا اللي كان ديرها. كنت مقابلة غير الدار، حتى الخروج ممنوع عليا، وحتى خوتي أنا اللي كان نوضهم في الصباح باش يمشيوا للمدرسة، نلبسهم ونفطرهم ونوقف معاهم حتى يمشيوا يقراو، ونفس الشي من يوليو من المدرسة كان وجد لهم الغداء. المهم طفولتي ما فاتتش كيف كاع البنات، يلعبوا ويمشيوا للمدرسة، وكاين اللي كتعلم الصنعة. أنا طفولتي فاتت غير في الدار والشقة، كنت خدامة بلا أجرة، حتى الجيران اللي بغات تصبر الفراش ولا تتخمل دارها كانوا يصيفطوا لعندي نعاونهم. أنا اللي كنت في دارنا الحادقة، واللي بغات شي تمارة كتصيفط عند ناصيرة. وما كنتش كانت تكسب حال خوتي، كان عندي زوج لبسات بحجة انتي جالسة في الدار بلا ما نشريولك، نكسي وخوتك اللي كيقراو. بقيت هكا حتى ولات في عمري 19 سنة، بقيت كندعي ربي يجيب لي غير شي ولد الناس باش نتزوج ونفرح براسي، حيت ما قريت ما تعلمت صنعة. قلت اللهم نتزوج وندير وليدات، حسن ليا بهاد العيشة. وواحد جارتنا هي من مراكش تزوجت في جرادة، تصاحبت معاها وكان مشي لعندها، وكانت الله يعمرها دار، كانت دايما كتعاود لي على مراكش، وكنت كنتخايل مراكش شي حاجة كبيرة، وكانت تقول لي إلا خويا دار العرس نديك معايا وتحضري وتفوجي، وأنا كنقول لها ربا ما يخلينيش. حتى لواحد النهار وهي تسولني قالت لي واش تزوجي بخويا؟ أنا ما نكرش فرحت بزاف وجاوبتها وقلت لها واه إلا بغى با أنا موافقة، وفرحت حتى هي. وبقات كتعاود لي على خوها باللي خدام مزيان وشكرته لي، وقالت لي هو راه موجد ومفرش دارو، ما خاصو والو، خاصو غير المرأة. جات واحد النهار هي وراجلها لدارنا، تعشاو معانا وقالتها لبا، وقالت ليه باللي راني بغيت نصيرة لخويا. با مسكين كان درويش وما يسولش بزاف، قال لها انا ما نزيد لكم غير الخير. صافي صونات لدارهم باش يجيو يديروا الخطبه، وجاو جابوا معاهم الجهاز، وحتى من الجهاز ما كانش عندي فيه الزهر، جابوا 4 ديال القوالب والسكر والتمر والحنة وجوج بيجامات عاديين تاع الريكلام. انا بالنسبه ليا ما كنتش كانت تكسى، كانوا غير الجيران كيعطوني الكسوان تاع ولادهم من تقدام. فرحت بداك الشي واخا قليل ورخيص جاني كبير وغالي. المهم خطبوني نهار الحد، ونهار الاثنين درنا العقد، ودرت ليلة الحنة بسيطة، تجمعوا بنات الجيران والعائلة، نشطنا وضحكنا، وكان داك الشي بسيط بزاف. نهار الاربع شدينا الطريق لمراكش، والخميس وصلنا. ومن وصلت لمراكش جاتني بحال الجنة، دخلت للدار وشفت بيت النعاس، هو كان قديم نتاع زوجتي، وحتى الماريو ما كانش. المهم فرحوا بيا عائلته والجيران وداروا العشاء، وعجوجتي جابت لي واحد التقشيطه قديمه لبستها، كان عرس على قد الحال. وكملت 7 ايام ديال الباكور، وانا في ديك 7 ايام اللي فرحت وضحكت وفوجت، صافي من موراها كل شيء تقلب، خاصني نتحزم ونبين حداك العروسه الجديده. ولكن موراها اكتشفت باللي انا ما جابونيش عروسه، جابوني خدامه لديك الدار. داك النهار عجنت وطيبت وصبنت وخملت الدار كامله غير بوحدي، بقيت على هاد الحال كل نهار، انا اللي هز الدار كامله، نصبن لكل شيء، عزوجتي غير تاكل وتنعس وتخرج عند صحاباتها وعائلتها، حتى من الكسوة عمرو شراو لي شي بيجاما، كنت كنلبس غير دوك اللي جابوا لي في العرس، نصبن وحده ونلبس الاخرى. فاتت 5 شهور وانا على هاد الحال، حتى لقيت راسي حامله. Thank you.
واحد من حمياني تزوج ودار العرس على حقه وطريقه. انا هي اللي كنت ضحيه في ديك الدار، كنت كنضل واقفه، ويلا هضرت ولا قلت عييت كان اكل العصا من عند عزوجتي وحمايه. وكنت كنقول شي نهار يتبدل هذا الوضع، وفاتوا ايام والو، الحال غير هو ما تبدلش، الراجل ما كاينش، كل نهار كفس على اللي قبله. راجلي اللي خدمه كان يشري حشيش وقار وشراب، كنهضر معاه وكنقول له راني بغيت نشري حتى انا الفراش، ما كيديهاش فيا. بغيت نشري حتى انا ماريو، كنت كندير حوايجي في كرتونه، ما كانش كيعطيني حتى باش نمشي للحمام. كنت كنمشي مع عزوجتي وهي اللي كتخلص عليا، كانت امه هي اللي كتكلف بيا في كل شيء. كان مره في العام يعطيها الفلوس باش تشري لي سروال او تريكو، وما عمره سولوني اشنو خاصك ولا امتى غادي تولدي ولا يعطيني نشري اللي خاصني. من جاني الحريق نتاع الولاده داتني عزوجتي للسبيطار وولدت بنيه، ومن وليت للدار كاع ما داها فيا ولا في بنته، حتى من اسبوع ما داروهش. جات عندي امه وقالت لي واش ما غاديش تسميو البنت؟ جاوبتها عزوجتي قالت لها احنا ما كنديروش اسبوع. صافي ما درناش اسبوع، حمايه هو اللي كان كيتحكم في كل شيء، مرتو كيتهلا فيها وعاطيها قيمه. انا كنت خدامتهم وما نقدرش نهضر، مين كان هضر كيضربني حمايه ولا عزوجتي ولا لوستي. وبقيت هكاك 11 عام في صراع وحرب، فين ما كان هضر كيضربوني. صافي عييت ومليت، حتى لواحد النهار قلت لعزوجتي علاش كتعاملوا معايا هكا، وجاني داك حمايه وقال لي انا جبتك غير باش تكوني خدامه، قال لي بفلوسي باش تزوجتي بخويا، خويا ما عطى فيك حتى دورو. قال لي باك باعك بثمن نعجه. فكرت نمشي عند دارنا الجرادة ولكن ما عنديش باش نركب، وما كانش حتى التليفون باش نهضر معاهم، وكنضطر انني نصبر على العنف والسب والشتم. كنمشي عند راجلي ونعاودو اش كيديروا فيا، كيقول لي غزاو فيك عبروا عليك. هاد الشي اللي كان يخسر عليا، كنشوف حتى نعيا وكنبقى نبكي، حياتي فاتت غير بكا ولحد الان كنبكي. ما كنتش نمشي عند والديا، ما عرفت 3 سنين، هما كانوا يشريوا العيد انا لا، كنت كنعيط غير معاهم. نسى حمياني كانوا كيتكساو وانا لا، ولادهم كيلبسوا وبنتي لا. بغيت نخرج نخدم قال لي ممنوع. بقيت هكاك حتى كتاب وحملت المره الثانيه. كان عندي امال يتبدل من نولد، ولدت وليد وسميته هشام، فرحت به بزاف وجاهدت باش نكبر ولادي، صبرت على قبلهم. وصل ولدي 6 سنين دخلته للمدرسه، كانت واحد عمته اللي كتشري له الكتبه والدفاتر، والراجل ما كاينش كاع معانا، حتى الدفتر تاع درهم ما يشريهش. الاعياد ما كنتش كنحس بالاجواء ديالهم، جا العيد الكبير كان باقي له سيمانه، كلشي نسى حمياني شراو لهم رجالتهم العيد وكيوجدوا فرحانين، الا انا كنبات نخمم في ولادي المساكين اللي ما معيدينش، دايما خاصهم يعيدوا في وسط عمامهم ولادهم. سولت وقلت له واش ما غاديش تشري العيد؟ جاوبني ببرودة وقال لي اش كتخربقي، امتى كنت كنشري انا شي عيد؟ جا نهار العيد كلشي ناض كيوجد الا انا، وحلفت ما نهود عندهم، ما شريتش العيد، صافي نبقى نعسى انا ولادي، حسن ليا ما نهود ونسمع الهضره من عند عزوجتي ونسى حمياني. جات عندي لوستي وقالت لي واش ما تهوديش؟ قلت لها لا، قالت لي خلي الولاد يجيو، خليتهم بصح انا ما مشيتش. ذبحوا كملوا وجابوا لي شويه كبده، ما كليتهاش وحتى واحد ما حن فيا. داك حمايه اللي كيضربني قال لهم تاكل ولا الهلا يوكلوا لها. فات العيد وواحد النهار ضربني الراجل وعاونو حتى خوه، وجهي ولا كله زرق. هزيت ولادي وخرجت ما عندي لا فلوس ولا تليفون، بقيت كنمشي وكنسول على شي ناس كانوا جيراننا في جرادة ورحلوا لمراكش، حتى لقيتهم واستقبلوني وتهلاو فيا.
عاودت لهم واش نوقع لي، ما نساش خيرهم. عيطوا لبا وجداني، بقيت مدة 3 شهور عند والديا، حتى واحد ما سول فيا. وحتى لواحد النهار عاد جا الراجل بحال الا ما وقع والو، قال لي با الا بغيتيها ترجع معاك عزل ليها بوحدها. با نقالو ودنيه مزيان ودابز معاه على داكشي اللي دار لي، وهو بقى حاط راسو في الارض. رجعت معاه وعزل لي بوحدي، كان طيب في بيتي. في الايام الاولى كان كل شي مزيان، كان يصرف، وقلت بعدا الحمد لله. ونهار مور نهار بقى كينقص في المصروف، حتى ولا يعطي لي 10 دراهم للنهار. وشنو غندير ب10 دراهم؟ واش غتجيب الخضره ولا الدكيك ولا اللحم؟ جا العيد الكبير عاود نفس المعاناه، ما عيدناش. والعيد اللي موراه عيد لنا غير واحد من عائلته تما في مراكش، الله يرحمه في هذا النهار. هذاك هو العيد الاول اللي حسيت براسي بحال الناس، فرحت وفرحوا حتى ولادي. عييت ما نصبر ونقول دابا يتبدل والو. قررت نخرج نخدم، واخا في الاول ما بغاش خرجت وخدمت في واحد الدار، وبقيت كندير الميناج من 8 ديال الصباح ل 8 ديال الليل. واخا كان الخلاص قليل كنت فرحانه به، وحمد الله كنت انا اللي كنصرف وانا اللي كنكسي ولادي. جمعت وشريت شي فراش وتلفازه، ومن بعد شريت ماشينه ديال الصابون. كنت كل مره كنشري حاجه حيت كل شي كان ناقصنا. وقفت مع وليداتي حتى كبرتهم وقراو ليومنا هذا. انا مازال خدامه في الديور، في عمري 51 سنه، ومازال كنتفكر اشنو فات عليا، وكنبقى نبكي مع المعاناه الكبيره. ملي عقلت على راسي وانا محقوره، لا في دارنا ولا من تزوجت كتر. بنتي حتى هي خدمات ودات الدبلوم تاع الفندقه، وتعاوننا انا وياها. انا والديا مسامحاهم الله يرحمهم، وحتى با مسكين كان غير على قد الحال، ما كانش عنده باش يقريني، كان خدام غير في المينا نتاع جراده. انا بقى فيا الحال على الراجل اللي ما عطاني قيمه ولا اهتمام، وتكرفس عليا من الفوق. وحتى من ولدي خرج بحال باه كيتعاطى المخدرات وما بغاش يكمل قرايته، والاب اللي غادي يوريه وينصحه ما كاينش. ولدي خرج من السابعه وعايش في المشاكل، دخل الحبس المره الاولى وخرج، وقلت الحمد لله. بقى جالس غير في الدار، كان خدام ولكن ريض، وانا اللي كنعطيه باش يحسن وياكل. وبنتي حتى هي كانت خدامه، ودابا جلست مع هاد الازمه تاع كورونا. انا اللي كنصرف على ولادي لحد الان، وحتى السكن مازال ساكنين في البيت في السطح في دار الوراثه. كنخلص الماء والضو، والراجل لحد الان ما دايهاش، كيجي ياكل وينعس ويخرج. وولدي عاود وقع له مشكل، مشى يتسخر لصحابه يشري لهم المخدرات باش يعطيوه، وشدوه البوليس لقاو عنده الحشيش، ودابا راه في الحبس. هذه هي قصتي، قصة نصيرة اللي عمرها ما شافت نهار زين، لا مع عائلتها ولا مع عائلة راجلها. وحتى من خوتي باللي ماتوا والديا ما عقلوا عليا، حتى التليفون ما كيسولوش فيا. جاو عندي خواتاتي واحد النهار وشافوا فين ساكنه وحالتي، واخا هكيك انا رحبت بيهم وفرحت بيهم، ولكن من مشاو بقاو كيضحكوا عليا ويتشوفوا في اختهم. اختهم ناصيره اللي في عمرها 51 سنه، حجبانها بياض، ناصيره اللي فنات طفولتها وشبابها ومازال كتعاني في كبرها. ما بغيت والو من هاد الدنيا، بغيت ربي يصلح لي غير ولادي ويرجعوا لي للطريق الصحيح. ادعيوا معايا اخوتي. الحقيقه اختي نصيره قصتك عامره بالوجع والالم والمعاناه، وكنستخلصوا منها عبر ونتعلموا دروس، وربما نستفدوا كلنا منها. وهذا هو الهدف ديالنا في هذه الحلقات، ماشي الهدف هو الفرجه والتسليه على قصص الناس ومعاناتهم، بقدر ان الهدف هو التناصح والتعلم من تجارب ناس اخرين، ونتجنبوا الاخطاء ونتداركوا المواقف. اختي عانيتي بزاف ملي كنتي صغيره في العمر ديالك، وهذا الشيء واضح كما تفضلتي به، والسبب
هو الفقر ديال والديك. الفقر ماشي عيب، وبحكم أنك الكبيرة اللي ضحات وتحملت وشاركت مع الأم في التربية ديال خوتك وعاونتيها في البيت، وهذا الشيء كله بر للوالدين، نحتسبوه في صحيفة الأعمال بإذن الله تعالى. ولكن أختي، هذه الظروف خلاتك تتعجلي أنك توافقي على أول واحد دق الباب بلا ما تحققي أو تدوري أو تسولي على هذا الخطيب خلقه ولا الدين دياله. أنا دايما كنصح الأهل أنهم هما اللي يقوموا بالدور ديالهم في هذا المجال، وكذلك كنصح أهل الخطيب أنهم يتقوا الله في بنات الناس، وأنهم يصارحوا بكل تفاصيل ديال ولدهم، لأنها شهادة أمام الله تعالى، وأي تزييف الحقائق كيولي ضمن شهادة الزور والعياذ بالله. زواجك السريع وانتقالك للعيش مدينة بعيدة زاد من المعاناة ديالك، وخاصة أن هذا الزوج ما كيتحملش المسؤولية، ما كيتهلاش فيك وما كينفقش عليك، ولا حتى أنه يحميك من الإهانات والضرب والسخرية. الصبر ديالك والتحمل ديالك كل هذه الظروف أمر جيد، كيبين المعدن ديالك الطيب وحسن الأخلاق ديالك، خاصة مور ما اعتمدتي على روحك وخرجتي تخدمي على راسك ووليداتك وما تكلتيش على أهل الزوج فقط. وهذا في الحقيقة اللي صار لبزاف ديال الأمهات في المجتمع ديالنا، وكيكون أملهم أنه يعوضهم الله سبحانه وتعالى في أولادهم. فاتت السنين وكبروا أولادك باش يخففوا العب والتقل على أمهم، ولكن للأسف كيبان أن الإبن ولا جزء من معاناة جديدة، وانحراف سلوك دياله ربما كان نموذج سيء أنتج شاب منحرف وعالة على الأم دياله كما كان الأب دياله. ولكن كيبقى الأمل أختي ناصرة في الله كبير، لجئي لله سبحانه وتعالى وكتري من قيام الليل ودعي له بالدموع وخشية وتدلل باش يصلح حال الإبن ديالك ويلهمه الصواب ويحسن العمل دياله. أما بخصوص البنت ديالك، راه باين أنها السند ديالك في الحياة، وحصولها على الدبلوم شيء مشجع، وغادي تلقى إن شاء الله بإذن الله تعالى فرصة عمل وتعوضك ولو جزء بسيط بدك الشي اللي عشتي على مسبتهم. بالنسبة لخواتاتك وبأنهم ضحكوا على الظروف المعيشية الحقيقية، أمر مؤسف، في الواجب أنهم يتعاطفوا معك ويعاونوك ويرضوا لك ولو القليل باللي ضحيتيه معاهم. ولكن كيبان لي القلوب قساحت وبردت بدل الدفء والسند العائلي. وما نستخلصه من عبرة أساسية من قصة الأخت نصيرة أن البدايات السليمة تثمر نهايات موفقة وصحيحة، واختيارك لهذا الزوج من الأساس كان خطأ وعلى عجل باش تتهني من العيشة في داركم. وبغيت نأكد أن ماشي الخطأ أن الزوج من مدينة مراكش، فبالعكس مدينة مراكش معروفة على المراكشيين الطيبة والقلب والتودد وحسن المعاملة وقبول الآخر، ولكن في كل عموم يوجد استثناء. ولكن الخطأ في التسرع والعجلة وعدم التحقق أو التأكد من سلوكيات وأخلاق الزوج. وهذه رسالة لكل بنت اللي كتعاني في دار باها وبغات تتزوج غير باش تتهنى، يقدر يكون هذا البيت جنة بالنسبة لك الشي اللي راه يستناك في دار أخرى، وتقدر تفوت من معاناة إلى أطفال أبرياء لا ذنب لهم ولا حيلة. وفي الآخر أختي نصيرة، كنحيي في قوة الشخصية والصبر والتحمل والتضحية والكفاح أيضا، وأسأل الله أن يفرج كربتك ويعوضك خيرا في أبنائك كما كنت بارة بوالديك، ونسأل الله أن يجعل من أولادك برر لك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.